الجامعة توقع عقود إنشاء 8 شركات في الاستثمار المعرفي. الابتزاز، المفهوم والأسباب والعلاج، ندوة ينظمها قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية. الجامعة توقع مذكرة تفاهم مع جامعة برلين الحرة. انطلاق معرض تراث الشعوب 6 في رحاب الجامعة. كلية الآداب تطلق فعاليات البيت المفتوح. يوم التطوير والجودة فعاليات تنظمها كلية التربية. كيف تصبح مخترعا؟ محاضرة لكرسي أبحاث البحار. مؤتمر علمي يناقش أمراض كلى الأطفال بكلية الطب. الجمعية السعودية للهندسة الكيميائية تنظم حفل تكريم الدفعة 50 من المهندسين الكيميائيين. يوم للتوظيف ومحاضرات علمية تنظمها كلية العلوم الطبية التطبيقية. أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في تقرير أسبوعي مصور جديد من جامعة الملك سعود. وقعت جامعة الملك سعود عقود إنشاء 8 شركات في الاستثمار المعرفي، يحتضنها مركز الرياض للحاضنات، حيث وقع الدكتور عبد الله العثمان مدير الجامعة رئيس مجلس إدارة شركة وادي الرياض اتفاقيات الاحتضان ورعاية الشركات 8 مع المبتكرين والمالكين لهذه الشركات لتكون باكورة استثمارات شركة وادي الرياض في الابتكار والاقتصاد المعرفي. وتعمل هذه الشركات في مجالات متنوعة تخدم الاقتصاد الوطني وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة. وستقوم شركة وادي الرياض بتمويل كل شركة بمبلغ 1,000,000 ريال أو بنسبة 30% من رأس مالها، وذلك من خلال صندوق التنمية والاستثمار المعرفي تمكين. وستفتح الشركة المجال أمام المستثمرين للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية. وفي ذات الصدد أطلقت الجامعة 2 شركة اقتصاد معرفي، وهي شركة تقنية الترشيد وشركة وادي الرياض، والتي ستبدأ في دخول السوق قريبا. وتضم الشركات التي سيتم تأسيسها كل من شركة تقنيات التعليم المتطور وشركة دفع الخليج ومصنع الرواد لإعادة تدوير الإطارات والشركة الرائدة لمعالجة المياه وشركة إنتاج كواشف استخلاص المواد الوراثية ومصنع الأعلاف البديلة. وتأتي مبادرة جامعة الملك سعود لتأسيس هذه الشركات انسجاما مع خطط التنمية 5 للمملكة، وإسهاما في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته وتنويع موارده عبر تمويل مشاريع الاستثمار المعرفي القائمة على الابتكار والبحث والتطوير. جامعة الملك سعود أضافت أحد المؤشرات النوعية في أدائها أن يكون خريجي وخريجات جامعة الملك سعود لديهم القدرة على تأسيس فرص عمل لأنفسهم ولغيرهم. والسبب في ذلك أن عدد المقيدين في الجامعات السعودية بالإضافة للمبتعدين أكثر من 1,000,000. يجب أن تفكر الجامعات السعودية مثل ما تفكر الجامعات العالمية المرموقة في أن تمكن خريجينها ليس فقط أن يكونون يعملون عند القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ولكن تمكن خريجينها أن يخلقون فرص عمل لأنفسهم ولغيرهم. اليوم ولله الحمد في أقل من سنة جامعة الملك سعود لديها أكثر من 15 شركة، ملكية الجامعة من 5% إلى 30%، والأهم أن طلاب وطالبات جامعة الملك سعود أصبحوا يملكون ويؤسسون شركات. انطلقت بجامعة الملك سعود الاثنين الماضي ندوة الابتزاز، المفهوم والأسباب والعلاج، التي نظمها قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية بمشاركة عدد من أبرز القيادات في الجهات الحكومية والشخصيات البارزة في المجتمع. وقد ترأس معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبد الله العثمان الجلسة الأولى بعنوان مفهوم وواقع الابتزاز بمشاركة أصحاب المعالي الشيخ صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء والدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية
والشيخ عبد العزيز الحميين الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والشيخ محمد آل عبد الله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام. تناولت الندوة عبر 3 جلسات عدة محاور، منها مفهوم الابتزاز وأسبابه، آثار الابتزاز على الفرد والمجتمع، ودور مؤسسات المجتمع في التصدي لتلك الظاهرة. خلصت الندوة إلى توصيات أهمها تشديد الأنظمة التي تجرم الابتزاز وآلية التعامل معه، استهداف برامج مساعدة وتأهيل ضحايا الابتزاز وفق خطط محدودة، توعية المجتمع والضحايا بطرق تقديم الشكاوى ضد المبتزين لردعهم، التوعية بخطورة إساءة استخدام التقنية الحديثة، تكامل أجهزة الدولة في محاربة هذه الظاهرة كل حسب اختصاصه، الاهتمام بالبحوث العلمية لهذه الظاهرة وإيجاد الحلول الجذرية لها. يذكر أن تنظيم هذه الندوة يتخطى الدور العلمي والأكاديمي للجامعة إلى ملامسة نسيج المجتمع وتلمس قضاياه الاجتماعية، كما تمثل مناقشة قضايا الابتزاز شكلا من أشكال الشجاعة الثقافية في التصدي للظواهر المجتمعية. شهدت السنة التحضيرية توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الملك سعود وجامعة برلين الحرة. وقع الاتفاقية معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله العثمان مع كلاوس فيفويرات حاكم ولاية برلين. شهد حفل التوقيع من الجانب الألماني فالتر مومبر رئيس البرلمان في ولاية برلين، وإيمانويل هوجر مساعد عمدة برلين، وفولك مارفينسل السفير الألماني في الرياض، ومن جانب الجامعة الدكتور علي الغامدي وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور عبد العزيز العثمان عميد السنة التحضيرية. تنص المذكرة على إجراء البحوث المشتركة وتسهيل تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وتقديم الاستشارات الأكاديمية والعلمية للجامعة والقطاعين الحكومي والخاص، والإشراف على طلاب الدراسات العليا وعقد الدورات التدريبية والمحاضرات العامة للأقسام والتعاون في أبحاث ما بعد الدكتوراه. وعقب التوقيع قلد معالي مدير الجامعة كل من حاكم ولاية برلين ورئيس البرلمان وشاح الجامعة. شملت الزيارة جولة للوفد في وحدات ومعامل السنة التحضيرية أبدى خلالها إعجابه بالمستوى المتقدم الذي حققته الجامعة. يشار إلى أن جامعة برلين الحرة جامعة عريقة تأسست عام 1948 وتتركز مجالاتها البحثية على العلوم الإنسانية والاجتماعية والصحية والطبيعية، وتشتمل الجامعة على مراكز علمية من أهمها مركز التاريخ الثقافي والاجتماعي للشرق الأوسط في كلية المجتمعات والثقافات الإسلامية. تحت إشراف إدارة المنح ورعاية الطلاب الوافدين بعمادة شؤون الطلاب، انطلق الأحد الماضي معرض تراث الشعوب السادس والذي يعده وينظمه طلاب المنح بالجامعة. افتتح المعرض الذي استمر لأربعة أيام الدكتور عبدالله السلمان وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، وحضره عدد من سفراء البلدان الشقيقة والصديقة لدى المملكة ومسؤولون من داخل الجامعة وخارجها. تمثل المعرض في عدد من الزوايا والأجنحة والمقصورات التي تحتوي على مجموعة كبيرة من التراث الخاص ببلدان الطلاب المشاركين الذين مثلوا أكثر من 20 بلدا قدموا فيها معلومات موجزة للزائرين عن ثقافات وحضارات وتقاليد الشعوب التي ينتمون إليها. حفل المعرض بالعديد من العروض التفاعلية ومنها طريقة التعليم في الكتاتيب الأفريقية، وعرض رياضة كونغفو الصينية، والعرضة اليمنية، والرقصة النيجيرية، وغيرها من العروض الشعبية والحركية اللافتة. حظي المعرض بإقبال جماهيري غير مسبوق، فقد قام ما لا يقل عن 3400 زائر بالاطلاع على أجنحته وأركانه في يومه الأول. يذكر أن الجامعة تلقت عروضاً من جهات تجارية وتعليمية لإقامة هذا المعرض في أماكن أخرى بعد انتهائه في الجامعة لما حظي به من تميز وإبهار. يأتي هذا المعرض إسهاماً من الجامعة في تعزيز التواصل الثقافي والاجتماعي بين أبناء المملكة وأبناء شعوب البلدان الشقيقة والصديقة. في إطار الشراكة المجتمعية التي تبنتها الجامعة، افتتح الدكتور عبدالله السلمان وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية
فعاليات البيت المفتوح التي تنظمها كلية الآداب. حضر الفعاليات التي انطلقت بمجمع غرناطة التجاري الدكتور فهد الكليبي عميد كلية الآداب رئيس اللجنة التحضيرية لليوم المفتوح والدكتور علي العنزي رئيس اللجنة التنظيمية. تهدف فعاليات اليوم المفتوح إلى الوصول إلى كافة شرائح المجتمع وتقديم خدمات الكلية لهم لتفعيل الدور المجتمعي للجامعة وكلياتها. تشهد الفعاليات عددا من البرامج المنوعة تقدمها أقسام الكلية حسب تخصصاتها واهتماماتها كبرنامج اسأل خبير وصندوق استشرني لحل المشكلات الاجتماعية والأسرية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الاجتماعية. كما تقدم الفعالية دورات تدريبية وورش عمل متعددة وأمسيات شعرية ومسابقة ثقافية للزوار، إضافة إلى عرض أفلام مرئية تلامس اهتمامات المجتمع واحتياجاتهم. ومن الجدير بالذكر أن الفعاليات ستستمر لمدة 3 أسابيع في 3 مجمعات تجارية أخرى هي الرياض غاليري والعثيم مول والسلام مول. البيت المفتوح الغرض منه التواصل مع المجتمع لتحقيق رسالة الكلية ورسالة الجامعة أيضا التي تؤكد على الشراكة المجتمعية وتوصيل خدمات الجامعة للمجتمع. نريد أن نخرج من أسوار الجامعة، نريد أن نتواصل مع المجتمع، فنأتي إلى أماكن تجمع. طبعا المراكز التجارية هي من أهم مراكز التجمع وتشمل الذكور والإناث والأطفال أيضا، وهناك فعاليات كثيرة حقيقة سوف يتم تنفيذها في هذا البيت المفتوح. البيت المفتوح سوف يكون اليوم غدا في غرناطة، الأسبوع القادم في مركز تجاري آخر، واللي بعدها لمدة 4 أسابيع متواصلة بإذن الله. ونريد أن نتواصل مع المجتمع في الرياض في أماكن متعددة. الفعاليات متعددة حقيقة، هناك ورش تدريبية وورش عمل في مجال اللغة العربية، في مجال اللغة الإنجليزية، اللي يريد أن يعرف مستواه مثلا في اللغة الإنجليزية عندنا اختبار قصير يمكن للسيدات وللرجال والأطفال أيضا أن يتقدموا ويختبروا لغتهم. اللغة العربية، تحرير العربي كيف يتم، هذا في الجانب اللغة العربية. الجانب الاجتماعي لدينا استشارات اجتماعية، زميلات متخصصات، دكتورات ومتخصصات في الخدمة الاجتماعية، يمكن أن يأتي لهم مواطنات في أماكن خاصة، في مكان فيه يعني خصوصية في البيت، وتطرح المشاكل الاجتماعية ونساعد على حلها. وأيضا هناك صندوق من يريد أن نساعد في حل المشكلة الاجتماعية، قسم الدراسات الاجتماعية يمكن أن يأخذ رقم تلفونه ويتواصل معه من خلال برنامج سميناه برنامج الدعم الاجتماعي. هناك أيضا مسابقات ثقافية في المجالات الاجتماعية، في المجالات الإعلامية، في المجالات اللغوية، ومناشط عديدة حقيقة. عندنا أيضا فقرة اسأل خبير، سوف يتوفر كل ساعتين خبير متخصص مثلا في الإعلام، متخصص في المناخ، أو متخصص في البيئة، أو طبعا من قسم الجغرافيا، أو متخصص مثلا في اللغة العربية، أو في التاريخ، أو في أي تخصص من تخصصات الكلية 7، يقف ويتلقى الأسئلة من المواطنين والمواطنات ويجاوب عليها طبعا بحكم أنه خبير في هذا المجال. هذا ملخص جدا للفعاليات، وهناك حقيقة فعاليات كثيرة ومعرض أيضا يبين محتوى الأقسام ومحتوى الكلية، ونريد أن نحقق هذا الهدف الرئيس هو التواصل مع المجتمع. ما قامت به كلية الآداب جامعة الملك سعود، هذه الكلية العريقة أقدم كلية في الجامعة، هو يعبر عن رسالة ورؤية وفلسفة الجامعة لخدمة المجتمع، وهذه هي أحد النقاط المهمة التي تسعى لها الجامعة للنزول للمجتمع، لتلبية احتياجات المجتمع، لتكون الجامعة فعلا هي مؤسسة تنموية شاملة لخدمة أبناء الوطن وبناته، وأيضا تكون قريبة من المجتمع، تتفاعل معهم، تعالج همومهم، تتفاعل مع مشاكلهم، وأيضا تعرفهم بنفسها. فجامعة الملك سعود فعلا الآن هي تمارس دورها الحقيقي من خلال كلية الآداب بتعريف المجتمع بجميع فئاته كباره وصغاره، نساء ورجالا، بهذه الكلية وبأقسامها، وبتقديم ما لديها من خدمات من خلال الخبراء الموجودين في الكلية والخبيرات أيضا من أعضاء التدريس، لتقديم الخدمات المختلفة لأبناء وبنات المجتمع. امتدادا لفعاليات أسبوع التطوير والجودة بالجامعة، أقامت كلية التربية يوم التطوير والجودة
برعاية وكيل الجامعات للتطوير والجودة الدكتور حمد آل الشيخ، وبحضور عميد كلية التربية الأستاذ الدكتور عبد الله العجاجي، وحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات. هدف اليوم إلى استعراض مسيرة الكلية في الاعتماد الأكاديمي وما تم إنجازه وما يجري حاليا من جهود في سبيل تحقيق هدف الكلية المنشود في الحصول على الاعتماد الأكاديمي، مما يقود الكلية إلى تحقيق جودة في مخرجاتها التعليمية، كما تم استعراض الخطة الاستراتيجية للكلية. نظم كرسي أبحاث البحاق بكلية الطب محاضرة بعنوان كيف تصبح مخترعا. قدم المحاضرة الدكتور خالد الغامدي استشاري الأمراض الجلدية وجراحة الجلد بالليزر المشرف على الكرسي. تحدث المحاضر عن الصفات الإنسانية للمبدع، ومنها الصراحة والشجاعة وحب التعرف على التجارب الأخرى والصبر، وتطرق إلى أساسيات التفكير الإبداعي وشروطه وعوائقه، كما شرح خطوات الاختراع بداية من توليد الفكرة وانتهاء بتسويقها. الجدير بالذكر أن الدكتور الغامدي حاصل على براءة اختراع من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ولديه 4 براءات اختراع مسجلة بمكتب براءات الاختراع الأمريكي. هدفت المحاضرة إلى نشر ثقافة الإبداع والابتكار لدى الطلاب والباحثين بالجامعة. نظمت وحدة أمراض كلى الأطفال بالتعاون مع مركز التعليم الطبي في كلية الطب مؤتمراً علمياً عن أمراض كلى الأطفال. ناقش المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 18 طبيباً متخصصاً في مجال طب الأطفال اختلال السوائل والأملاح لدى الأطفال. من الجدير بالذكر أن المؤتمر يعد من دعائم التعليم الطبي المستمر في تخصص كلى الأطفال، ويأتي إيماناً من الكلية بضرورة تعليم وتدريب الكوادر الصحية والإسهام في الارتقاء بمهنة الطب. تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن بندر بن عبد العزيز الرئيس الفخري للجمعية العلمية السعودية للهندسة الكيميائية، نظمت الجمعية حفل تكريم الدفعة 50 من خريجي الهندسة الكيميائية للعام الجامعي الحالي، والذين بلغ عددهم 25 مهندسا. حضر حفل التكريم الأستاذ الدكتور خالد الحميزي عميد كلية الهندسة، والأستاذ الدكتور طارق الفارس رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للهندسة الكيميائية، والدكتور فهد الهبدان الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت الجوف الراعية للحفل. وتعد الجمعية السعودية للهندسة الكيميائية من أهم الجمعيات العلمية البارزة في الجامعة، وتسعى إلى الارتقاء بالمختصين بالهندسة الكيميائية وإيجاد بيئة مناسبة لنقل التجارب والخبرات بينهم وتوعيتهم بأهمية التطوير الذاتي. مع بداية الفصل الدراسي الثاني، واصلت كلية العلوم الطبية التطبيقية نشاطاتها، حيث نظمت يوم التوظيف بمشاركة شركة الفيصلية للأنظمة الطبية. هدف اليوم إلى استقطاب الكفاءات السعودية من خريجي الكلية للعمل في القطاع الخاص، واشتمل على عرض قدمت فيه مجموعة الفيصلية خدماتها والفرص التي تتيحها أمام خريجي الكلية للعمل بها. كما نظم كرسي أبحاث القرنية بالكلية محاضرة علمية عن جراحات وزراعة القرنية، قدمها الدكتور وسام شحادة رئيس قسم طب العيون بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. تناول المحاضر أمراض القرنية وأسبابها وتشخيصها وأحدث الطرق العلمية في علاجها. والجدير بالذكر أن الدكتور وسام شحادة تميز بعمليات ليزك، كما نجح في إجراء عملية لزرع القرنية الصناعية بالأردن تكللت بالنجاح. وضمن ندوة الكلية الشهرية نظمت محاضرة بعنوان تقييم الكفاءة الإكلينيكية، قدمها الدكتور محمد النعمي مشرف برنامج التعليم والتعلم والقياس بوكالة الجامعة للتخصصات الصحية. ناقش المحاضر مفهوم الكفاءة الإكلينيكية، وهي مجموع المهمات والمهارات التي يجب أن يتقنها الممارس الطبي ليعتبر ممارسا كفؤا، كما تحدث عن أدوات القياس المستخدمة في الكفاءة الطبية. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذا التقرير، حتى نلقاكم الأسبوع المقبل في تقرير جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.